الأستاذ محسن مرغني المستشار الأكاديمي لصديق تدريب فرياض المصري اللبناني العريق الأصيل. أهلا بك محسن مرغني. أعرفكم بنفسي، أنا محسن مرغني مستشار الأكاديمي المنتدى تربية بلاد الثقافة اللبناني، وبشكر حضرتك على دعوتي الكريمة النهاردة. بما إننا إحنا خلطين وسط البلد نحكي بقى حكاية وسط البلد. وأنا جاي النهاردة لفت نظري حاجات جميلة أوي، مشاعر تاريخية اتحركت فيا. ده مصطلح جديد، مشاعر تاريخية. إيه هو؟ وأنا طالع من محطة المترو لقيت على شمالي محطة مصر. محطة مصر دي تاني أقدم محطة سكك حديد على مستوى العالم. أول محطة سكك حديد كانت في إنجلترا، دي رقم 2 على مستوى العالم. اتعمل سنة 1856، اللي عملها كان سعيد باشا. حصل إن هو وقع اتفاقية مع إدوارد ستيفنسون لجورج ستيفنسون، اللي هو عمل أول خط سكك حديد في العالم، واللي اتنسب إليه الثورة الصناعية، وأول خط سكك حديد في العالم كان في إنجلترا. ده بقى الخط رقم 2 اللي هو كان عندنا القاهرة الإسكندرية، وبدأ كان عندنا محطة مصر. دي أول حاجة. تاني حاجة لفت نظري وراء حي جميل أوي اسمه حي السبتاني. الحي ده اتولدت فيه أول صناعة فرن على مستوى العالم. دي اتولدت على حس محطة مصر. اللي حصل إن مجموعة من التجار اليهود في الوقت ده كان عندنا تجار يهود كتير كانوا عايشين في مصر، اختاروا المكان ده علشان فيه أكتر كمية من الخردة ومن الحديد على مستوى العالم. أكبر كمية حديد يقدروا يشتغلوا عليها، فاختاروا المكان ده علشان محطة مصر. وتسمى حي السبتية لسبب معين، لأن هم عشان كانوا تجار يهود فاختاروا يوم السبت اللي هو إجازتهم، ومن هنا اتسمى حي السبتية. ولحد دلوقتي الإجازة بتاعت الحي، الإجازة بتاعت تجار الخردة هي يوم السبت. لفت نظري قدام شوية في منطقة اسمها غمرة. هي دي اتسمت غمرة. هي اتسمت غمرة لأن المكان ده كان فيه عين كبيرة من المية. تمام. في حي اسمه حي غمره. حي غمره ده اتسمى غمره لان كان فيه عين كبيره من المياه بتتدفق منها المياه الجوفيه. اللي حصل ان هم لما جم اختاروا المكان ده لحد تعمل فيه محطه مصر هو المكان ده، ما تمش اختياره بشكل عشوائي. المكان ده تم اختياره علشان كانوا محتاجين كميه كبيره من المياه علشان خاطر الغاليات تشتغل بتاعه اللي هي القطور، لان القطور دي كانت بتشتغل بالفحم وكانت بتحتاج مياه كتير. تمام. فاللي حصل ان هم اختاروا المكان ده علشان بتتدفق فيه كميات كبيره من الميه، فاختاروه علشان يعملوا بيه الغاليات، يشغلوا بيه الغاليات بتاعت الفطور. ولحد دلوقتي يعني حتى في فيلم اسمه باب الحديد، كانوا جايبين في حته في لقطه في الفيلم الفنانه هند رستم وهي حاطه كانت بتملى جرده الميه، ان هو جرد الميه ده بالسكر اللي فيه كان دقيق كبير في ماسوره كده سقينها من تحت علشان خاطر بتطلع الميه عشان خاطر تشغل الموتور. كمان لفت نظري كان في عندنا الحي ده اتسمى حي رمسيس ليه؟ لان كان في تمثال اسمه تمثال رمسيس في المكان ده. المكان تمثال رمسيس جابوه من منطقه اسمها ميت رهينه سنه 54 بعد الرئيس الراحل محمد دقيق. وبعدين هو فاكر كنت في المكان ده اتسمى ازاي رمسيس؟ هتسمع ده رمسيس بالنسبه لك كانت تمثال. طب قبل كده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ميدان نهضه مصر. طب ليه اتسمى ميدان نهضه مصر؟ عشان كان فيه تمثال نهضه مصر. ايه حكايه التمثال ده؟ ما هو ده اللي عند جامعه القاهره بالظبط. المكان ده اللي هو تمثال نهضه مصر كان الفنان محمود مختار الفنان الكبير عمل تمثال. التمثال ده اتعمل له الكتاب الشعري. أول كتاب شعبي اتعمل التمثال، ومن هنا اتعمل فاكرين قصة قناة السويس؟ قناة السويس الجديدة؟ فاكرين فكرة الكتاب الشعبي؟ جت من هنا. طيب الكلام ده كان سنة 38 وكان بيمثل نبضة الشعب المصري، وعلشان كده الشعب كله اتكتب علشان خاطر نعمل التمثال ده بيمثل نبضة الشعب
في وقت الاحتلال الانجليزي. طيب كان اسمه ايه قبل كده الميدان ده؟ طيب ممكن بس نقول بس كمل انت على صحيح. طيب قبل كده الميدان ده فضل الاستسلام ده موجود من سنه 38 لحد سنه 54. بعد كده حصل نقل الاستسلام ده من ميدان اللي هو ميدان منطقه مصر، حتى في عماره هنا اسمها عماره منطقه مصر، اتنقل عند جامعه القاهره اللي هي كانت اسمها جامعه فؤاد. طيب قبل كده كان اسمه ايه بقى؟ كان اسمه ميدان باب الحديد. طب ليه سموه باب الحديد؟ اولا لا مش عشان السكه الحديد، هو عشان حاجه ثانيه. عشان السور الاخير كان موجود. تمام برافو عليك. اللي حصل ان كانت منطقه القاهره الفاطميه زمان كانت القاهره بيكون فيها ثمان ابواب. الابواب دي من بينها باب الفتوح باب النصر وباب سويله، وكان عندنا باب اسمه باب الحديد، ده كان باب كبير جدا فالناس سموه باب الحديد. ومن هنا جاب قصه بقى قدام باب الحديد، وبعد كده نهضه مصر، وبعد كده رمسيس لحد النهارده. وبشكركم لحسن استماعكم. طيب